ودي من الحاجات اللي بتخليني اصطدم بالناس اللي تقولك انا بجري ورا شغفي. يا حبيبي على راسي من فوق انك تجري ورا شغفك، بس السعي وراء الشغف رفاهية. لا تاني، السعي وراء الشغف رفاهية. في يعني مصائب كتير بترتكب ورا كلمة الشغف دي يا سيد الفاضل. مش لاقي الشغف، بدور على الشغف، الشغف روح، الشغف ضاع، الشغف جه. بس انا في وجهة نظري ان اللي مش لاقي الشغف لاقي اللي بيصرف عليه. بس هتزعل. ما اللي يزعل يزعل. انا بقول الفاكتس. الشغف بيحرك الهواء، المسؤولية بتحرك المحترفين، الفضول بيحرك العبقر. فلما تلاقي واحد يقولك انا عايزة انا عندي شغف بكذا، انت هاوي، انت راح تعمل هواية. والناس عندها خلط كبير، يعني في فرضيات عملتها السوشيال ميديا في الناس، ان اشتغل في الحاجة اللي انت بتحبها. انت مهما اشتغلت في الحاجة اللي انت بتحبها، مهما اشتغلت، اسمها شغل. شغل يعني تعب، يعني مشقة. يعني ايه اكتر حاجة حضرتك مثلا راجل رئيس تحرير حاجة ضخمة زي تلفزيون اليوم السابع، فاي بليف ان ده شغفك. يعني انا عمري ما شفت صحفي بصراحة، لان كمان والدي صحفي زي ما قلت لحضرتك. الصحافة دي نوع من انواع الشغف والهوس والادمان، بينسى نفسه في وسط الورق والحاجات مش عارف ايه، بس ما بيتعبش؟ اكيد بيتعب. فواصل بقى للناس اللي سمعت كلمة شغف من على السوشيال ميديا، ان لو اشتغلت في شغفي فده معناه اني هبقى على طول بقى ايه، في الوان في السماء وفي ضحك وها ها ها انا بشتغل في شغفي. ما عرفش، لا، حتى السعي وراء الشغف في شقة. ان انا لو في مكان شغال في مهنة ما مثلا ومش مبسوط، وبعدين قاعد بدور على الشغف، الناس بتكتب طول الوقت عن الشغف، وسع ورا شغفك واجري ورا شغفك، وبعدين قررت اسيب المكان ده عشان اشتغل في الشغف بتاعي. يعني مش عايز اقول هوايات معينه او يعني حاجات معينه، لكن عندي شغف اي شيء وسبت، قررت اسيب وابدا من الصفر او اروح للحاجه اللي ليها شغف فيها. ما عنديش امانع تعمل كده لو معاك فلوس. انما ما معكش فلوس ما اسمعكش بتقول شغف. قولا واحدا. لان انت مش هتاكل ولادك اخر الشهر سندوتشات شغف بالجبنه. مش هتنزل السوبر ماركت تشتري طلبات البيت وتقوم راح تاخد ربع كيلو شغف. ما فيش الكلام ده. يا مشاعر طيبه يعني كلها، بس في الاخر اقول لك يا صلاح، انت كده راجل مادي. هو مش انا راجل مادي، احنا عايشين في عالم مادي راس مالي. بكل بساطه قيمه البني ادمين عند بعض في هتضيف لها ايه او هتحرمها من ايه. ببساطه انا موجود النهاردة علشان في وين وين سيتويشن بيني وبين حضرتك. كل الناس بتتحرك كده. الشغف والمشاعر، طب كل الكلام ده جميل، بس comes secondary to مصاريفك ومسؤولياتك والتزاماتك.